الطبيب أيها الإخوة، أيها الأخوات، الطبيب يحمل حقيبة، ولكن ماذا في حقيبة الطبيب؟ إنه الدواء، الدواء الذي يرنو إليه كل مريض. والله يا إخوة، نحن لو نتوقف قليلا وننظر إلى ما يعانيه المريض حال مرضه، والله لو خير بأن يدفع ماله كله بأن يعطى جرعة لعل فيها شفاء لدفع ماله رغبة في الشفاء، أليس كذلك؟ وليتصور أحدنا أنه مريض، كيف تكون؟ في بعض الأحيان هذا الماء لا يستطيع المريض شربه، هذا الطبيب هو من يأخذ بيد المريض، ولذلك ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سبحان الله، في بعض الأحيان يصف طبيب دواء لإنسان فيشفى بسببه بعد إذن الله عز وجل، فيكون هذا الطبيب كمن أحيا الناس جميعا، لأن بحياة ذلك الشخص قد تقوم أمة. فإذا الطبيب يحمل حقيبة وفيها دواء، ووجب على الإنسان أن يبحث عن الدواء، لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. ويزيد الأمر حلاوة وطراوة إن جمع الطبيب بين حمله لحقيبة الدواء وبين حمله لكتاب الله. كم هم الأطباء الذين يحفظون كتاب الله، الذين يفسرون كتاب الله، الذين يجمعون بالعمل بين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلكم سمعتم الاتصال والمداخلة بالأمس من خلال الطبيب يعالج الأمراض العضوية ويعالج أمراض القلوب. قبل أسبوع أو قبل أسبوعين علي الأذان كان في مسجد الجامعة، إذا به يأتيني ويستأذن لينال شرف الأذان يوم الجمعة، فقال أستسمحك وأطلب منك أن تسمح لي بأن أرفع الأذان؟ قلت له تفضل وبكل سرور، فرفع صوت الحق يجلجل. هذا الطبيب لم يكتفي بعلاج الأمراض العضوية، بل يسعى دائما لعلاج الأمراض المعنوية وما أكثرها. إنه المؤمن الحق، حتى أنه كما ذكر بالأمس المداخلة زار قطاع غزة وتجول في أنحائها وحاول أن يتلمس حاجات كثير من الفقراء والمعوزين، وكان باتصاله أمس يسأل سماحة المفدي بأن يقول كلمة للعمانيين فينتبه إلى إخوانهم وأن يمد يد العون والمساعدة، ثم يبعث نداء للأطباء، وهناك أطباء بلا حدود يعالجون المرضى ولا يبتغون بذلك أجرا. نعم، الطبيب يحمل حقيبة وفي الحقيبة دواء مادي ودواء معنوي.